رأت تفتح أبوابها في معهد التكنولوجيا التطبيقية. اللغة اليابانية برنامج تعليمي لاقى كثيرا من الإقبال والنجاح. هبة الجرمي اقتحمت لغة 3000 حرف واستعلمت حول مدى تقبل طلبة المعهد لها. بعد الاهتمام باللغة الإنجليزية باعتبارها لغة العصر، أتت اللغة اليابانية بافتتاح صفوفها الأولى لتشكل إضافة علمية وثقافية لطلاب معهد التكنولوجيا التطبيقية. فإجادة اللغة اليابانية تحمل في طياتها ثقافة تزخر بالكثير من القيم والمعايير العملية. على الرغم من اختيارية تعلم اللغة، أقبل الكثير من الطلاب على تعلم هذه اللغة، بل وقيامهم جميعا بالتحدث وتقديم الفقرات باللغة اليابانية. تربط الإمارات واليابان علاقة صداقة وثيقة، وأعتقد أن تعلم الطلاب للغة اليابانية سيفتح لهم آفاق علمية واسعة مستقبلا. الفكرة هي أن نحن نجذب الطالب للغة اليابانية من مراحل عمرية مبكرة. في المرحلة هذه الطالب يستوعب اللغة اليابانية بشكل أفضل، يتعرف على الموروث الياباني، تاريخ اليابان، الثقافة اليابانية بشكل أفضل. اللغة اليابانية لغة غنية بتاريخها، غنية بالتكنولوجيا مثل ما كلنا عارفين. نطمح من البرنامج هذا أن نعد مجموعة من الطلاب المهيئين بعد تخرجهم من معهد التكنولوجيا التطبيقية في المرحلة الثانوية استكمال دراساتهم في أفضل الجامعات اليابانية. الالتحاق ببرنامج تعلم اللغة اليابانية يتم بناء على رغبة الطلبة، إذ تضم الفصول التدريسية 31 طالبا، ويسهل البرنامج على هؤلاء الطلبة مستقبلا الالتحاق بالجامعات اليابانية التي تعد من أعرق الجامعات التي تقدم تعليما تكنولوجيا متطورا يتوافق مع الأسس التي تربى عليها الطالب في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية. كما سيمهد برنامج تعلم اليابانية الطريق إلى التدريب الصيفي في المؤسسات الصناعية والتكنولوجية الكبرى في اليابان، فضلا عن الاطلاع على التطور العلمي والتقني الدائم في اليابان. أنا دخلت بس لأني أحب اللغة، مو يعني أطمح أدخل جامعة في اليابان ولا شيء، بالعكس أنا ودي أدخل جامعة هنا في الإمارات، ما أحب أدرس برا. هي شوي صعبة لأنها أول سنة وأنا ما قد تعلمت ياباني، فعجبتني اللغة فحبيت أكمل فيها. وشاد حيلي أنا عشان عقب ما خلص ثانوية أسافر أدرس في اليابان. برنامج اللغة اليابانية يضمن لطلاب الإمارات التألق في الجامعات اليابانية مستقبلا، فضلا عن كونها إضافة علمية وثقافية مثيرة تمنحهم إمكانات علمية هائلة تعكس مدى التطور العلمي والتقني الذي تعمل عن طريقه المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات. لقناة أبوظبي، هبة الجرمي، أبوظبي. مهنة الصيد مهنة قديمة قدم التاريخ لارتباط تفاصيلها بحياة الناس اليومية في هذا الوطن.